دلوقتي هحكي لكم قصه كفاح حقيقيه وملحمه نجاح كبيره جدا حصلت في محافظه الدقهليه وتحديدا في قريه اسمها دماس. هناك كان مرض فيروس سي متفشي في الاف البشر، ويا ويله اللي عنده المرض ده وخصوصا لو وصل للكبد. مؤسسه هناك في الدقهليه اسمها مؤسسه العناني قدرت بمفردها وبدون تبرعات انها تعالج 17,000 مريض. قصه نجاح كبيره وحقيقيه، وخصوصا انها مليئه بالمفاجات اللي هنعرفها في التقرير اللي جاي. خليكم معانا. في قريه دماس بالدقهليه كان الكل بيتسابع عشان يقول دوره في اعلان القريه خاليه من فيروس سي، والفرحه كانت تشرح القلب. ما هو التحدي كان كبير فعلا، وكفايه ان مؤسسه العناني للتنميه الانسانيه كانت لازم تفحص وتحلل وتوفر الدواء لاكثر من 17,000 مواطن، ودلوقتي كمان بيشتغلوا في فيروس سي على 3 كره جديده. اما التحدي اللي جاي فهو قهر سرطان الثدي، وهيبداوا فيه قريب جدا. مشروع علاج فيروس سي مهندس محمود العناني اتبناه في مؤسسه العناني من حوالي 4 سنين، ابتدينا نشتغل عليه وابتدينا نحط مراحل للمشروع. المشروع بدا على 3 مراحل، المرحله الاولانيه اخذت سنه، ودي كان المهندس محمود مهتم ان احنا نبدا الاول بنفسنا ومن جوه الشغل بتاعنا، فبدانا بعلاج جميع العاملين بجميع المزارع بتاعتنا على مستوى الجمهوريه، ده من اول وادي النطرون لحد المنيا لحد الدقهليه. ابتدينا نكشف على الحالات وابتدينا نطلع الناس اللي مصابين فعلا، وابتدينا مرحله العلاج بتاعتهم. خلصنا المرحله الاولانيه وابتدينا نشتغل على المرحله الثانيه، وهي كانت اعلان قريه دماس خاليه من فيروس سي. المشروع اخذ 2 سنين في قريه دماس، وتم اعلان قريه دماس خاليه من فيروس سي. تبدا المراحل عندنا، المرحله الاولى ان احنا بنعمل تحليل فيروس سي اللي هو الاولي، بنشوف الحاله عنده الفيروس ولا لا، لو طلعت الحاله بوزيتيف بيتم نخش على المرحله الثانيه بنعمله تحليل بي سي ار اللي هو نشاط الفيروس، بنشوف اذا كان عنده الفيروس نشط ولا غير نشط او خامل او مش خامل. بعد المرحله الثانيه لو طلع الفيروس عنده نشط اللي هو البي سي ار بيطلع بوزيتيف، بيتم بعد كده بنعمل له المراحل اللي بنبدا مراحل العلاج. المرحله الاولى فيها ان احنا بنعمل تحاليل قبل الجرعه الاولى، هي عباره عن صوره الدم الكامله ووظائف الكبد وتحليل وظائف الكلى، وبنعمل عندنا تحليل الفيروس بي، تحليل خاصه بالمناعه وتحليل الغده الدرقيه وتحاليل خاصه بالهريسيا، وبنعمل له اشعات سونار على البطن والحوض، وبنعمل له فحص قواعين، وبعد كده بنبدا هو ليه كل الفحوصات دي؟ كل الفحوصات دي مهمه جدا، لان هو المريض ده عندنا عنده مشكله ثانيه خاصه بالجهاز المناعه، الطبيب المعالج بيبدا يقول لا لازم نعالج الاول المشاكل اللي عنده وبعد كده نبدا نديله العلاج. فيروس سي يا جماعه بيهد البني ادم، بيخلي وشه شاحب ونايم على طول، ويا ويله لو طال الكبد، الم ما بعده الم. دلوقتي بعد العلاج تعالوا نشوف فرحه الناس وازاي الدم جرف عروقهم من جديد. دلوقتي يا جماعه احنا رايحين لمجموعه من الناس الاصحاء اللي كان عندهم فيروس سي وبيعانوا منه، ودلوقتي الحمد لله ربنا شفاهم. انا عايزك تقولي لي البدايه جت ازاي، حسيتي بالالم بتاع المرض ده والخطوات اللي عديتي بيها لغايه الحمد لله لما ربنا شفاكي؟ والله فضل ونعمه من الله، كنت بحس بتعب وخمول وكده، فاللهم صل على النبي. فسمعنا ان هم يعني الشركه ندت وكده وقالوا اللي عايز يتعالج وكده، فاحنا يعني قدمنا يعني جينا المستشفى وكده، والمؤسسه كانوا كلهم يعني صراحه ربنا واقفين معانا. يا جوجا يا جوجا قولي لي، عمالين نضحك وفرحانين اهو يا جماعه، الله اكبر. حسيتي بيه؟ العلاج كان عامل ازاي؟ المراحل بتاعتك كانت عامله ازاي؟ كنت بتحس بيه قبلها؟ الحمد لله، والله الشكر لربنا ولدار العناني الحمد لله. انت بتزرع في مساحه قد ايه؟ 5 فدادين. كفينك؟ كانوا لاقيينك ال5 فدادين دول وانت تعبان؟ لا ده ما كناش بنزرع حاجه خالص والله، شغالين باليوميه ونسرح وبيشتغل يوميات، فالحمد لله كان كنا تعبانين وكنا بنسيب شغل ونروح من التعب. فجت المؤسسه لجناها المؤسسه موجوده بعتوا لنا، رحنا اتعالجنا على حسابهم، والناس بقوا يستدعونا ويجيبوا لنا العلاج بتاعنا لحد هنا. انا عايز اعرفكم على نموذج عجبني قوي هنا في دماس، نموذج للعمل التطوعي الخيري، المهندس عبد الفتاح زياد. انت تعمل متطوع داخل مؤسسه العناني للتنميه لعلاج مرضى فيروس سي،
انا عايز يعني اديني متعتك كده وانت شايف الناس بتتعالج وانت شايف الناس بصحتها بترجع لها وانت شايف الناس بترجع لارضها اللي رب البيت بيقدر بقى يقدر يوفي بمستلزمات اسرته بعد ما كانش قادر يتحرك. احكي لي التجربه دي، انا عارف انت بقالك 4 سنين شغال في القطاع ده. احنا هوت في ضماس نموذج مشرف قضينا على الفيروس، وان شاء الله في القريب العاجل هنشكل حمل برضه للقضاء على الكانسر في ضماس وخاصه مرض سرطان الثدي. ديت بشرى احنا بنبشر بها ضماس جميعا واجوار ضماس بلد غام بلد اهليه، واي حد محتاج اي مساعده على مستوى الجمهورية في العمل اللي احنا قلنا بيه هو اي استشارات احنا تحت الامر. اللي بيدخل عندك عارف هو بياخد الدواء ازاي؟ اه طبعا احنا بنعمل له توعية وبنعرف كل حاجة. طب انت وزعتي ادوية بقى؟ عندك بعض الادوية ناس ما جاش سلامتها؟ احنا بنتصل على الناس وبنتابع معاهم لغاية ما بنوصل لهم بيجي ياخدوا دواهم. واللي ما بيجيش انت عارفه انه مريض بتروحي انت تسلمي؟ اكيد طبعا بنروح له، ولما بيكون لما بيكون مريض ومش قادر احنا بنروح له لغايه البيت. عاملين ارشيف كامل كان جهه حكوميه زي اي موظف له ملف، ده بيعتبر ملف عندي كامل للمريض اللي بناء عليه هو بيصرف العلاج. كل اللي بيصرفه العلاج او بيتعمل له موجود في هذا الملف. فاكرين الولد الصغير ده؟ ده ابن الفنانة العظيمة فاتن حمامة في فيلم امبراطورية مين، وده واحد من علامات السينما المصرية. كان دوره الولد الصغير المشاغب اللي بيعشق العزف على الجيتار، دلوقتي هو واحد من اهم مفاتيح علاج فيروس سي في مصر. هقدم لكم الدكتور اسامة ابو الفتوح السيد، استاذ الامراض الباطنية والجهاز الهضمي والكبد بكلية الطب جامعة عين شمس، وهيكلمنا دلوقتي عن ملحمة قهر فيروس سي في مصر. عايز اعرف احنا لما بنبعت التحاليل هنا على مستشفى ياسين عبد الغفار رائد الكبد والجهاز الهضمي الله يرحمه، عايز اعرف منك ايه اللي بنعمله؟ هل مجرد ما بيجي هنا بيجي فيروس سي بنلاقيه في التحليل يتم الصرف ليه على طول هناك، ولا لازم الولد بيخضع لحاجات تانية هنا جوه المستشفى بتأهله للعلاج؟ لا طبعا، مجرد ان المريض يكون ايجابي لفيروس سي دي بدايه لتقييم المريض، وضع المريض ايه بالظبط؟ يعني كفاءه الكبد قد ايه؟ دخل في تليف ولا لسه؟ سن المريض، خد علاج قبل كده ولا لا؟ في تحاليل تكميليه مهمه جدا، احنا قعدنا نقاسي سنين طويله 10 سنين بندي العيان علاج الانترفيرون، كان الكورس بيتكلف 70,000 جنيه ونسبه الشفاء 50%، ده لو نفع، ده اذا المريض كمل وكان مدته سنه. دكتور تعدني ان احنا لن نهدأ في مصر الا بعد تخليص بلدنا بالكامل من فيروس سي؟ طبعا طبعا مفيش كلام، لكن كمان في حاجه انا عايز اقولها. ما ينفعش الدواء بتاع فيروس سي يتساب للمريض يروح يشتريه هو لوحده. لازم هذا الدواء، وده انا بوجهه لوزير الصحه، هذا الدواء يجب ان يتم التعامل معاه زي المخدرات. استعمال الدواء في غير مكانه الصحيح هيؤدي الى ظهور فيروسات تقاوم العلاج وليس لها علاج بعد كده. المهندس محمود العناني رئيس مجلس إدارة مؤسسة العناني للتنمية الإنسانية، واحد من أعمدة الزراعة في مصر وعملاق صناعة الدواجن. حكايته مع فيروس سي كانت مؤلمة جدا، لأنه باختصار كان شخصيا مصاب بالمرض وكانت آلامه لا تطاق، وتعالج منه في الولايات المتحدة الأمريكية بتكلفة 105,000 دولار، وده كان تمن الدواء اللي خده لمدة 3 شهور. الكلام ده على فكرة من قريب، ده من 4 سنين. عشان كده قرر من خلال المؤسسة ما يسيبش مريض واحد في الدهلية إلا لما يعالجه من الفيروس، وخصوصا لما نجحت مصر في إنتاج الدواء بأقل تكلفة. وفعلا قرية ضماس أصبحت خالية تماما من المرض. أنا عايز أبدأ معاكم البداية، مؤسسة العناني للتنمية الإنسانية، إيه هو سبب إنشائها؟ نؤمن كعائلة وكشركة اللي هي مجموعة شركات الدقة الأهلية بهذا النشاط. يعني المؤسسة دي بدأت من سنة 1994-95 في هذا الوقت، وبدأت بأنها أنشطة زي أنها تخلق فرص عمل وتبني مدارس فهي هي تعمل منذ هذا التاريخ، وبتشتغل في 3 أنشطة أساسية اللي هي التعليم والصحة وخلق فرص العمل. وحاليا بعد ما خلصنا ضماس وعلينا قرية خالية من فيروس سي،
بنعالج في ثلاث قرى محيطة بقرية دماس. حاليا بيعملوا عمل السكريننج الأولين، وبعد كده الناس اللي هي طلعت بوزيتيف بيعملوا لها التحليلات الكاملة علشان يحددوا الجرعات والكلام ده، والدواء موجود وكل حاجة يعني. نداء الرئيس عبد الفتاح السيسي للمساهمة في علاج المرض فيروس سي واكتساسه من مصر، ونجاح مصر في ان هي تنتج الدواء المصري المكافح للمرض، هل ده كانت الشعلة اللي خلت المؤسسة تدخل فورا في علاج فيروس سي؟ بالظبط كده بالظبط، هو زي ما بقول لسيادتك الاهداف الساميه، هو ده كان احد الاهداف اللي رئيس الجمهوريه يعني حاسس بيها، يعني لانه طبعا حاسس بالشعب. باشمهندس محمود العناني، اسالك سؤال، ايه الجمله التي لا تنساها لمريض شفيا من فيروس سي في قريه دمص؟ انا كنت مريض بفيروس سي. يا لا، اول مره اعرف دي. لا ما حدش يعرف يعني، بس انا كنت مريض، فشوف كرم ربنا انا قعدت 30 سنه عندي فيروس سي، وتعالجت بيه اول ما العلاج ده ظهر في امريكا. ده كلفك كام بقى ساعتها؟ $105,000. دلوقتي دماس خاليه من فيروس سي، وفي ثلاث كرة حواليها بيشتغلوا عليها عشان يخلصوا اهلنا من الفيروس، وتم انقاذ حوالي 17,000 مريض في الدقهليه. والتحدي الاكبر دلوقتي هو مكافحه سرطان الثدي. الناس دي أبطال، وفي الدقهلية اتنفذت ملحمة حقيقية. خليكم معانا، فاصل وهنرجع تاني. في الفقرة التالية، الجدعان يكتشف مصنع الشوكولاتة في كلية زراعة مشتهر. الشباب من طلاب كلية الزراعة محبطين جدا، وده اللي لمسناه في كلية الزراعة في مشتهر التابعة لجامعة بنها. هناك كان في مؤتمر لتحديد متطلبات سوق العمل من خريج كلية الزراعة. سمعنا كل الأطراف وانتهينا بالشباب من الطلاب. تعالوا نسمع قالوا إيه وإيه متطلباتهم. كلية الزراعة بمشتهر التابعة لجامعة بنها نظمت مؤتمر مهم جدا عن متطلبات سوق العمل من خريج كلية الزراعة، ودعت مستثمرين من القطاع الزراعي ونقابة الزراعيين وإعلاميين، وكان الهدف وضع ضوابط تضمن إيجاد فرص عمل لائقة بالخريجين من كليات الزراعة. الكل كان مؤمن في المؤتمر إن النهوض بالزراعة يبدأ من خريج كلية الزراعة، لدرجة إن أحد المستثمرين الزراعيين هو الدكتور محمد محمود وصف كليات الزراعة بمصانع الشوكولاتة، وطبعا الطلاب بالنسبة له هم الشوكولاتة. تعالوا كده نتخيل خطوات إنشاء مصنع الشوكولاتة كويس، وهم بيعملوا مصنع الشوكولاته بيعملوا دراسه سوق الاول ولا يعملوا على طول؟ يعملوا مصنع كده، فالاول يدرسوا احتياجات السوق ايه، مين التارجت كاستمرز، مين العملاء المستهدفين، ويروحوا يسالوهم. مثلا هيعملوا شوكولاته مستهدفين الفئه العمريه من 5 ل 15 سنه، هم دول الزباين. حضرتك اللي بتاكل الشوكولاته زي ما قلت لنا جوه. عايز اعرف متطلباتك ايه في الشوكولاته، عايزها كريسبي، عايزها بالبندق، عايزها ازاي عشان المهندس الزراعي اللي هو الشوكولاته بتاعتنا يقدر يشتغل بشكل ايجابي لصالحه هو. انفصال سوق العمل عن الجامعه. الجامعه لازم تسالني الاول، تسال سوق العمل في كل الصناعات، مش بس في الزراعه، في الزراعه وفي الصناعه وفي التعليم وفي كل حاجه، تسال المستهلك، المستهلك ده اللي هو المصانع واصحاب الشركات والقطاع الخاص وقطاع الاعمال، تساله تقول له انت عاوز الخريج بتاعي شكله ايه؟ ما ينفعش النهارده باي حال من الاحوال ان يبقى في انفصال، ليه؟ لان في الاخر هيطلع لي خريج، الخريج ده قاعد في بيتهم، مشكله سوق العمل في مصر دلوقتي ان مفيش موظفين. ليه ما نبداش مع طالب كلية الزراعة من هو لسه في سنة أولى، أخده أهرفه في المزرعة؟ ده حاجة مشتركة. أولاً اللي بيحصل دلوقتي مبادرات شخصية من الطلبة نفسهم، بيجي يعمل نوكينج دور، يخبط على بابي يقول لي أنا عاوز أتدرب معاك. ما
ماهر ابو جبل عضو نقابه الزراعيين هيكلمنا عن الفكر الجديد لمجلس النقابه لتاهيل خريجين كليات الزراعه. كلمتنا وبشرتنا جوه عن طموحات عمرنا ما كنا نتخيلها النقابه تفكر فيها. انتوا جيل جديد مسك النقابه، 98% من الوجوه القديمه كلها اتغيرت، اديتنا امل جوه كبير قوي. بنفكر ازاي لشباب الزراعيين. حقيقي النهارده احنا في بيت خبره كبير قوي، هو بيت هو كليه زراعه مشتهر بجامعه بنها. بنعمل النهارده ملتقى رائع جدا للتوظيف، لاني عايز اقول ايه دور نقابه الزراعيين في البيت النهارده. بيت الخبره النهارده اللي احنا موجودين فيه دوت هيكون جزء من منظومه التعليم ومنظومه تاهيل الخريج علشان يستوعبوا سوق العمل. ازاي النهارده بيت الخبره ده او النقابه دي النهارده فيها اساتذه الجامعه وفيها خريجين الكليه وفيها العاملين في القطاع الزراعي، مصنعين وتجار وفنيين. الحلقه دي التشين دي كبيره، محتاجه زي العلم ما بيقول سبلاي تشين يربط كل العلم دي، تنميه الموارد البشريه دي من خلال سلاسل الامداد اللي موجوده دي. هنا الكليه بتساعدنا في كل حاجه وبتفهمنا كل حاجه، بس لما بعد ما نهرب من الكليه خلاص كاننا ما استفدناش اي حاجه. كل واحد اللي بيخرج يشتغل في قهوة، اللي بيخرج يشتغل على كلية زراعة، يشتغل في قهوة، يشتغل على توك توك، يشتغل على قهوة، يشتغل في أي شركة تانية غير في مجاله. عبد الرحمن السعيد سعيد طه، قسم باي تكنولوجي. احنا لو هنيجي نشتغل في قسمنا احنا بيفضلوا خريجين علوم، خريجين بيطري، مع ان احنا بندرس التخصص بزياده عنهم او في مجال اوسع. انت مش شايف ان انت ممكن انت بشخصك انت وعلمك انت ودوراتك اللي خدتها تقدر تثبت ان انت افضل من خريج الطب البيطري وافضل من خريج العلوم؟ ان ده تخصصك؟ اقدر اثبت وكل حاجه، بس الموضوع كله في الفكره ان هم واخدينها عن طالب زراعه. يعني هو فاكر ان طالب زراعه طالب فاشل. عارفه ان احنا عندنا ازمه كبيره قوي في مصر، ان ما عندناش هيئه سلامه غذاء. ما هي دي الحقيقه، اللي احنا يعني للاسف ما فيش خالص في مصر. يعني معظم 90% 95% من المنتجات اللي موجوده في مصر يعني ما عليهاش جوده كويسه حسب اللي هو ال HACCP اللي هو الهازارد اناليسيس كريتيكال كنترول بوينت، الحاجه المعينه اللي هي بتخليني اطلع المنتج ده اللي هو فعلا صالح للانسان ان هو يستخدمه. دي كانت اخر فقراتنا النهارده، بس قبل ما اختم لازم اقول وعيد. مصر اولى بمنتجات السودان، والسودان اولى بمنتجات مصر، والتجاره قائمه والشعبين متقاربين مهما حاولت السياسه ان تفرق بينهما. كان معاكم محمد غانم في الجدعان، استنونا كل يوم جمعه الساعه 7.